صفر قصير من حيث طوله وعدد كلماته، لكنه واسع جدا من حيث الدروس اللي ممكن نتعلمها منه. احنا بندعوك عزيزي المشاهد انك تشاركنا دراسة سفر رعوث من العهد القديم في حلقة جديدة من فحصين الكتب. اهلا بك. فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب، لانها سمعت في بلاد مؤاب ان الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا، وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وسرنا في الطريق للرجوع الى ارض يهوذا. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة الى بيت امها، وليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبي، وليعطكما الرب ان تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعنا اصواتهن وبكينا. فقالت لها: اننا نرجع معك الى شعبك. فقالت نعمي: ارجعا يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في احشاء بنون بعد حتى يكونوا لكما رجالا؟ ارجعا يا بنتي واذهبا، لاني قد شخت عن ان اكون لرجل، وان قلت لي رجاء ايضا باني اصير هذه الليلة لرجل والد بنين ايضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من اجلهم عن ان تكونا لرجل؟ لا يا بنتي، فاني مغمومة جدا من اجلكما، لان يد الرب قد خرجت علي. ثم رفعنا اصواتهن وبكينا ايضا. فقبلت عرفة حماتها، واما رعوث فلصقت به. ان اردنا ان نعطي عنوانا لاصح واحد من سفر رعوث، نقدر نسميه ببساطة اصحاح الثلاث ارامل، هن نعمي وعرفة ورعوث. اقدر اشوف في نعمي المؤمن الجسدي اللي ضل عن الرب، وفي الحقيقة احنا سهل قوي نعرف نضل، علشان كده احنا نشبه بالغنم. الخراف سهل انها تضل لكن ما تعرفش ترجع لوحدها. فنعمي ضلت عن الرب فترة زمنية مش قليلة، لمدة 10 سنوات، لكن هنشوف في هذه الأعداد عودتها مرة أخرى. أما عرفة بتتكلم عن الإنسان الطبيعي الذي لا يستطيع أن يرضي الله مهما حسن من صورته. أما رعوث تتكلم عن المؤمن المكرس، وهنشوف في هذا الأصحاح صفات جميلة لرعوث. لو حبيت أتكلم عن عودة نعمي بعد ضلالها، يقول الكتاب كلمة في غاية الأهمية: فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب، لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه. سمعت الرب لكل المجد دائما ما يأخذ المبادرة. أوصل هذه الأخبار الطيبة إلى نعمي، فعندما وصلت إليها الأخبار الطيبة أن الرب افتقد شعبه وأن هناك شبع في بيت لحم، خدت الطريق للرجوع مرة أخرى. أربط الكلام ده برضو بمؤمن، وكانت الحالة مش ولا بد، لما بنقرأ عن يعقوب وبيته في تكوين 35، جاءت أيضا المبادرة من الرب. سمع برضو يعقوب كلام ما أروعه من الرب: يا يعقوب قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك. وكان لهذه الكلمات تأثير طيب في يعقوب وعائلة يعقوب. الله ما بيتأخرش في الأخبار الطيبة، كمياه باردة لنفط عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيدة. ورب ما تأخرش في أنه يخبرنا بكل مشيئته وبكل مشوراته. الله كلمنا، مش كلمنا بالأنبياء وبأنواع مختلفة وطرق مختلفة، لكن كلمنا في ابنه الذي جعله وارثا، جعله وارثا لكل صح. شيء ما أعظمه الكلام. بس مين بقى اللي يسمع؟ هي سمعت، وهذا السمع كان ممتزج بالإيمان فأخذت القرار. وإحنا بنسمع عن الخلاص العظيم، هل أخذنا الخطوات الواجبة؟ هل تعاملنا مع ما وصل إلى ما سمعنا خير تعامل؟ سواء في معاملات الرب مع الشعب في العهد القديم أو في تاريخ الكنيسة،
أكتر حاجة ترد النفوس للرب، السبب اللي بيعمل بيه الرب نهضة حقيقية هو التجاوب مع كلمة الله، بتأكيد على كلام لأنها سمعت. يعني مثلا في نحمية واحد، نحمية يفكر الرب بكلامه، ماسك بكلام الرب، أذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك. يعقوب يقول له وأنت قلت إني أحسن إليك. وإحنا الحاجة اللي تخلينا نرجع للرب توبة حقيقية لما نمسك في مواعيده. أول حاجة أخ عادل، أنت فكرتني لما تكلمت عن الثلاث أرامل اللي بيمثلوا ثلاث شخصيات، فكرتني برضو بثلاث رجال في بداية العهد القديم بنشوف فيهم الثلاث نوعيات، تارح وإبراهيم ولوط. إبراهيم يمثل المؤمن الروحي، لوط يمثل المؤمن التعبان، تارح يمثل الإنسان بحسب الجسد، حسب الطبيعة. لألا نفرط في ملامة نعمي، لأن احنا ميالين بالذات لما نتكلم عن شخصية في ضعفاتها ان احنا نشطح. الست دي محترمة في حاجات كتيرة جدا. العدد ده اللي احنا وقفين عنده عدد ستة على الأقل، وبين انا شايف في حاجتين محترمين جدا. الحاجة الأولانية ان هي في الآخر تجاوبت مع معاملة الله ومع الخبر اللي جالها، لكن الحاجة التانية ان ريحتها وعاملة زي الورد الدبلان، لكن فيه الريحة بتاعته. وإلا ما كانوش فكروا يرجعوا معاها الكلمتين، وإلا ما كانش مسكت رعوص فيها في الآخر. ليه مسكوا فيها؟ ليه قاموا يرجعوا معها؟ ده خلاص هي على رأي ما هي بتقول لهم أنا أجيب لكم عيال تاني منين؟ وحتى لو جبت هتقعدوا تستنوهم. كلام المنطق واللي خضعت عرفة بعد كده بيقول، بس كانوا عايزين يقولوا الريحة اللي فيكي، الإله اللي أنت تتبعيه اللي بتعامل معاكي بالمنظر دوت ومخليكي بالمنظر دوت يستاهل إنه يتبع. عجبك نعمي ومعاك حق، ومش عاجباني ومعايا حق، مش بس لأن هي أطالت مدة غيابها وما تجاوبتش مع معاملات الله التأديبية بموت رجلها ألي مالك، وفتحت بدل البيت بيتين بجوازة محلون وكليون، لكن بالنصيحة اللي بتقدمها للكنتين بتقول لهم إيه؟ ارجعوا ارجعوا، روحوا فين؟ لكاموش. دول رايحين ليهوة. يعني بدل لما تكون سبب تشجيع وتأييد وتقول لهم بيت لحم والشبع وهتعرفوا الرب معرفة حقيقية وتحكي لهم عن بوعظ الولي، لا لا لا، يعني برضو مش فكرة نشطح، لكن فكرة انه لها ما لها عليها ما عليها. بس انا ممكن اشوف فيها فطنة روحية للغربلة، لانه الفكرة بمنتهى البساطة هي عارفة ان ممكن يكون في نوع من الاندفاع الجسدي، وده كان واضح لانها ما قدرتش تعصلك مع رعوس، لكن الكلام بتاعها كان عبارة عن فلتر محطوط عشان خاطر اندفاع عرفة ما يدعاش نتيجة وتبقى موجودة في بيت لحم وهي مش تبع الإله، إله إسرائيل. في الحقيقة ما أبعد الفارق بين رعوث اللي عندها إصرار على قرارها زي ما هنشوف، واللي عندها رغبة حقيقية بالالتصاق بإله إسرائيل وشعب إسرائيل، وبين عرفة. عرفة معنى اسمها رقبة، وتظهر فيها الإرادة الذاتية، مع إني عرفة عملت حاجات كتير يعني شاركت فيها رعوث، بس في الحقيقة يعني القرار الأخير يزعل أوي. إيه اللي عملته عرفة؟ يقول الكتاب عنها أول حاجة قامت، الكلام طبعا عن نعمي وهم معاها في عدد ستة، فقامت هي وكنتاها، يبقى رقم واحد قامت. رقم اثنين في عدد سبعة وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، يبقى قامت وخرجت. اللي بعدها كمان في عدد سبعة وسرنا في الطريق للرجوع إلى أرض يهوذا، يبقى قامت وخرجت وسارت. عدد تسعة وليعطيكم الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها فقبلتهما، يبقى قبلت. ونفس الكلمة قبلت، قبلت عرفة حماتها من الآف عدد 14، يبقى قامت وخرجت وسارت وقبلت. لكن كمان نقرأ عنها ورفعنا أصواتهن وبكينا. يبقى خمس حاجات عملتهم عرفة: قامت، خرجت، سارت، قبلت، بكت. لكن المؤسف بقى القرار الأخير، إنها رجعت إلى المؤابيين، إلى كموش، ولم يكن لها علاقة حقيقية بإله إسرائيل. أنا عندي سبب يخليني يقول ليه الناس مش بتحب الكتاب ده، مش الناس برا المسيحية، لا ده جوه الأوساط المسيحية ما بيحبوش الكتاب. وأعتقد أن السبب ده
إنه الكتاب كلمة الله بيشطب على الإنسان، لأنه دي رقية عرفة من منظور بشري، رقية جد بعد موت رجلها. ده احنا شفنا ناس تتعاملوا مع حمواتهم بعد موت جوازهم حاجة لا تطاق. صحيح زي ما سمعنا من الأخ عصام إنه نعمي كانت رائحة ذكية تخلي الواحد حابب إنه يرتبط بيها، لكن عرفة كمان تشوفها من منظور بشري حلوة وعاوزة تروح مع نعمي. وخرجت أعتقد أنها ما كانتش بتمثل، لكن مشاعر حقيقية ودموع حقيقية. وفي النهاية راحت فين عرفة؟ فالإنسان عنده أخلاق أو ما عندوش، عنده مشاعر أو ما عندوش، عنده أخلاقيات وتقاليد أو ما عندوش، في نظر الله مشطوب عليه. وده اللي بيخلي الناس ما بتحبش كلمة الله، لأنها بتكشف لنا الإنسان، لكن كمان بتكشف لنا الله في نعمته والله في روعته. هي عاملة زي اللي قبل الكلمة للوقت بفرح بس ملوش أصل في الأرض. هي عندها بالضبط، عندها نوع من الأشواق محترمة، أخلاقيات محترمة، عندها شوية حاجات كويسة جدا، بس ما عندهاش مش نازلة لتحت. رعوف العكس تمام، أو مش العكس برضو، رعوف عندها نفس الأشواق والأخلاقيات بس عندها جدر نازل لتحت. يفسره لنا بوعز بعد كده، يقول لها كده: إله إسرائيل الذي جئت لتحتمي تحت ظل جناحي. كانت مرتبطة مش بس بنعمي زي ما كانت عرفة، لكن كانت مرتبطة بإله نعمي، وده اللي خلاها كملت. نعمي كلامها منطقي جدا بالنسبة لواحدة مرتبطة بيها، لكن مش منطقي بالنسبة لواحدة مرتبطة بالإله بتاعها. الإيمان الحقيقي يمتحن، ولما يثبت يبرهن أنه فعلا إيمان حقيقي، زي ما حضرتك ذكرت في مثل الزارع، الضيق بيكشف. التحول عن الإنسان ومصالحه بيكشف. يوحنا 6 وعبرانيين 6 يورونا أنه في ناس كانوا بيدعوا إن هم بيحبوا الرب، بيمشوا وراء الرب، كان ليهم علاقة مع المؤمنين، لكن المحك اللي فصل اللي بين إذا كان ده إيمان حقيقي أو لا هو الضيق. الاضطهاد كانت الغربلة اللي بيها يعني كانت بتفصل بين المؤمن الحقيقي والمدعي. لسه متضايق أنا شوية من نعمي. فعدد 8: فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا ارجعا كل واحدة إلى بيت أمها. وأنا أشرت إنها بتنصحهم نصيحة مش تمام إن هم يرجعوا، لكن إيه إلى بيت أمها دي؟ يعني ما فيش إلى بيت أبيها؟ هو البيوت دلوقتي بقت بيوت للأمهات، ولا المفروض إنه تقول بيت أبيها؟ حاجة كمان بتقول: وليعطيكما الرب أن تجدا راحة. حلو قوي. طب هم عاوزين راحة فعلا، هم يلقوا الراحة فين إلا في بيت لحم، إلا في بيت الشبع، إلا في الرجوع إلى الإله العظيم اللي بيفتقد شعبه بالخير والمراحم. وليعطيكم الرب أن تجدا راحة كل واحدة في بيت رجلها. هو أنت يا نعمي كنت لقيتي راحة في بيت رجلك؟ ده أنت تذوكتي وهجرتي بسبب الجوع، والراجل مات، والعيال اللي مرضان واللي ضعفان، هو أنت كنت لقيتي الراحة؟ أنا مش عايز الشابات ولا ثيامة من تأخر بيهم أمر الزواج يحطوا الراحة على إنها في بيت رجلها. لا، الراحة في ملء المشيئة الإلهية فقط لا غير. بس دعني ألفت النظر إن البعض لاحظ في كلمة بيت أمها دي إنه غالبا معاملات الرب امتدت ليهم هما الاثنين، والأبوين ما كانوش موجودين. ولهذا السبب الأغلب الأكثر منطقية إن رعوس كانت بتقول لهم كده، مش عشان خاطر إن هي متحيزة لجنسها، فبتقول لها بالعكس، إن الكلمة المشهورة بيت أبيها، لكن الفكرة إنه الأرجح إن الأبوين كانوا في الوقت دوت غالبا هما الاثنين ما كانوش موجودين. وياما أباء حتى بعد ما غيبهم الموت تعليمه لأولاده ووجوده في البيت ظل هذا الأثر موجود. أضيف حاجة يا أخ عصام الكلام هنا عن بيت الأم. ليه؟ لما ترجع لأصل مؤاب تلاقي مشيئة امرأة، والمرأة المؤابية تتلهف أن يكون لها نسل، أن يكون ليها بيت، يكون ليها رجل ويكون ليها نسل، كأن ده الطابع العام بتاع المؤابيات. فكأنه
نعمي بتحطهم في امتحان، عايزة ترجعي وتعيشي عيشة مؤاب وشهوات مؤاب، ولا عايزة تكملي في نفس الطريق اللي هي ماشية فيه؟ فيعني ثبت إن عرفة ما كانش تعلقها تعلق بإله نعمي. يعني في كلام رعوث يؤكد إنها مش بس عايزة تتبع نعمي شعب وتروح لشعب نعمي، لكن كمان إلى إله نعمي. لكن عرفة لم تشير أبدا بأي صورة عن إله نعمي. هناك فارق كبير بين المؤمن عندما يكون في ملء المشيئة الإلهية وفي جو شركة مع الله، وبين المؤمن الضال زي نعمي. المؤمن في ملء مشيئة الله بتلاقي بيرغب النفوس البعيدة في المسيح. يعني شوف بولس أينما وجد بتلاقي دايما بيسهل الطرق ويرغب الناس في المسيح، أمام أغرباس، أمام فستوس، في سجن فيليبي، في أي مكان يجذب النفوس للمسيح. لكن شوف نعمي بقى وهي تضع العراقيل أمام عرفة ورعوس علشان يرجعوا بعيد عن إله إسرائيل. المؤمن في شركة مع الله بركة، والمؤمن وهو في ضلاله بيبقى سبب عثر الآخرين. الأخ اعتمد علينا علشان مطلعين في نعمي حاجات كتير وحشة، هي بيها كمان حاجات كتير حلوة. هنا أنا شايف إنها ملمة بالشريعة الإلهية وبتقول لهم إنه كان المفروض يكون في رجاء وكان المفروض يكون في أمل لو أنا عندي الإمكانية لإني أرتبط برجل، وبحسب شريعة موسى لو أنا ارتبطت برجل وعندي أولاد ممكن يبقى ليكم الارتباط بيهم وتبنى بيوتكم من جديد لما ترتبطوا باللي هيجوا من نسلي. فهم شريعة الله واخدة خطوات لطريق العودة، أيوة، والرب هيشجع إيمانها واحدة واحدة لحد ما هنلقاها سند لرعوث. طالما ذكرت حاجة حلوة في نعمي فتحت شهيتي إني أضيف أنا كمان حاجة في عدد 8، آخر عدد 8 تقول وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموت. الامتنان، تقدير المعروف. كويس يكون عندنا الفضيلة دي إن إحنا نقدر الحاجة الحلوة اللي موجودة في الآخرين. إحنا لما بنطلع حاجات حلوة في نعمي مش غرضنا نقول للناس إن نعمي فيه حاجات حلوة، لكن غرضنا نشجع الناس إنه إن وصلت بيك الحالة الأسوأ حالة، طول ما أنت فيك الحياة الإلهية تلمس الطريق لأنك ترجع مرة تانية تدي الحياة دي مجالها للسريان عشان خاطر تطلع الثمار الجميلة. اتشجع اتشجع مهما كنت وصلت لأي حاجة. أتمنى من أي مشاهد يعرف ليه علاقة حقيقية بالرب، إن كنت وصلت لأي مرحلة من المراحل في تشجيع لنا في السفر دوت إن الرب يقدر يعوض ويقدر يرجعك تاني للمكان الصح بتاعك. لكن برضو أنا أشعر بالخسارة الشديدة جدا على واحدة زي عرفة، كان بإمكانها ولو خطوة ترتبط بشعب الله، لكن للأسف الشديد بتفكرنا بامرأة ذكرها المسيح وقالنا تذكروها، اذكروا امرأة لوط. خرجت امرأة لوط من سدوم لكنها بكل أسف صارت عمود ملح. بتفكرنا بالشاب الغني اللي اتقبل مع المسيح واللي يقول عنه الكتاب مضى حزينا لأنه كان ذو أموال كثيرة. وأعتقد في الدوائر المسيحية يا ما ناس بتحضر الكنائس وبتسمع كلمة الله وأخبار الإنجيل وقريبة جدا من الخلاص، لكن للأسف الشديد الواحد بيزعل على ناس زي كده عندما يمضون للجحيم الأبدي وكان بينهم وبين الخلاص خطوة. الكتاب بيقول لنا عن كتير كان بينهم وبين الخلاص خطوة وهلكوا، وناس كتير كان بينهم وبين الهلاك خطوة وخلصوا. انت قلت امرأة لوط هلكت وكانت قريبة من الخلاص، وعرفة هلكت وكانت قريبة من الخلاص، لكن لما اشوف اللص على الطليب لما اقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك كان اقرب ما يكون الى الهلاك، وشوف النعمة خلص. لعل مشاهد من المشاهدين ايضا ينضم لهذا الفريق قريب جدا من الرب، ليك في الروحيات في الشكل من بره لكن مفيش علاقة مجدرة من جوه، واختياراتك ممكن في أي لحظة تختار البعد عن الرب. أرجو أن يكون الكلام ده واتواصل ليك وتكون النتيجة أنك تقبل الإله الحي وتكمل الطريق معاه. قد مات بالصليب عني هذا الحبيب، فحبه لذا عجيب، تعالوا يا خطى
فقالت: هوذا قد رجعت سلفتك إلى شعبها وآلهتها، ارجعي أنت وراء سلفتك. فقالت رعوث: لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب، وحيثما بت أبيت. شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. فلما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام إليه، فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم. وكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت بسببهما، وقالوا: أهذه نعمي؟ فقالت لهم: لا تدعوني نعمية، بل ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ فرجعت نعمي ورعوث المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلتا بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. شيء مؤسف اللي قالته نعمي للاتنين، لكن برضو محزن جدا بعد رجوع عرفة تقول كلام لرعوس اللي الكتاب يقول لنا عنها انها لصقت بها، تقول لها: هوذا قد رجعت سلفتك الى شعبها وآلهتها. يا انت يا نعمي فاكرة انه مؤاب دي ليها آلهة حقيقيين يعني، وبتشجعيها انها ترجع لكاموش رجز المؤابيين، تقول لها: ارجعي انت وراء سلفتك. لكن شكرا للرب على الإيمان الحقيقي اللي بيبرهن عن نفسه بيثبت نفسه. رعوس تقول لها إيه؟ لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، وتقول بقى حاجات رائعة بعد كده: حيثما ذهبت أذهب، أي مكان هتروحي، وحيثما بت أبيت حتى لو تحت شجرة. شعبك شعبي، لكن رائعة اللي جاية، وإلهك إلهي. أنت تعرفي منين؟ تعرفي منين؟ أكيد أكيد حست من خلال معاملات الرب مع النعمة، مع نعمي بالنعمة. الرب اللي بيرد النفس، الرب الراعي الحنون. أعتقد ربما قارنت بين ما يدعى إله الإله المزعوم بتاع مؤاب، أنا اسمه من أب، تفكرنا الكلام اللي الرب قاله عن الفريسيين، قال لهم: أنتم من أب هو إبليس القتال. كاموش إله المؤابيين يقال إنه بيعبدوه إزاي؟ كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يجيبوا مثلاً زي وعاء كبير من النحاس، يولعوا نار تحتيه يحمى جداً، يقدموا أولادهم ذبيحة لكاموش على صوت قرع الطبول عشان ما يسمعوش صوت صراخ الأطفال. إله إله قاسي لا يرحم، لكن شفت العكس في إله إسرائيل. وبوعز بعد كده كشف النقطة دي، قال لها: أنت جاية ليه؟ جالي لإله إسرائيل لتحتمي تحت ظل جناحيه. ومش بس كده، تقول لها: حيثما مت أموت وهناك أندفن. هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. مش لما تموتي أنا هرجع، لا، حتى لو متي أنا عايش والدفن في نفس المكان اللي أنت فيه. جميل أن رعوث في كلامها مع نعمي بتقول سبع حاجات رائعة ينفع أو ينطبقوا علينا كمؤمنين. إيه بقى السبع حاجات اللي قالتهم؟ رقم واحد، بتقول لها: حيثما ذهبت أذهب. اتنين، حيثما بت أبيت. تلاتة، شعبك شعبي. أربعة، وإلهك إلهي. خمسة، حيثما مت أموت. ستة، وهناك أندفن. سبعة، إنما الموت يفصل بيني وبينك. لو حبينا نشوف حاجات منهم، مثلاً حيثما ذهبت أذهب. المؤمن الحقيقي بعدما يرتبط عن الرب بنشوف فيه نوع من التبعية الحقيقية. واحد قال لداود: حيثما كان سيد الملك، إن كان للموت أو للحياة هناك يكون عبدك. ونحن نصر أن نتبعه ونتبع خطواته.
لكن الحاجة التانية مش بس حيثما ذهبتي أذهب، لكن تقول وحيثما بتي أبيت. بتي يعني ليلة، ونحن في ليل غياب المسيح، وفي ليل غياب المسيح نحن نواصل دوره، إن كان هو أضاء كالشمس في النهار لما كان موجود على الأرض، فنحن كالقمر ننير في الليل. الحاجة التالتة بتقول لها شعبك شعبي، والحاجة الرابعة إلهك إلهي. شعبك شعبي يعني المولود من الله يجد في قلبه كل محبة لقطيع الرب، للمؤمنين الحقيقيين لعائلة الله، لأن من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. إلهك إلهي برضو جميلة، بتفكرني بالرب لكل المجد في البشارة الجميلة بعد القيامة. اذهبي وقولي لإخوتي لم أصعد بعد إلى أبي وأبيكم إلى إلهي وإلهكم. شفنا قبل كده ارتباط النعمة بالإيمان، الله بيدي الخلاص والتبرير بالنعمة وإحنا بناخده بالإيمان، لكن في وجه آخر وحقيقة أخرى، ارتباط الإيمان بالتوبة. فالإيمان ربما تقول إنه ظهر في الاثنين، عرفة ورعوث والمشاعر لكن التوبة في القرار الذي هو بلا رجوع. أنا ما أعتقدش إنه في عرفة نشأت التوبة، التوبة للانفصال عن كاموش والارتباط بيحوى. الرب لا يشفي على عثم. نعم. عدد 18 يوضح لنا تأثير بتاع قناعة رعوث بالعودة إلى مكان لا تعرفه، لكن لإله تعلمت عنه. فيقول كده لما رأت أنها مشددة على الذهاب معها ليه، مرة تانية أقول إنه بوعظ هو اللي كشف لنا ليه، لأنها رايحة تحتمي تحت ظل جناحي إله إسرائيل. فكفت نعمي عن الكلام معها، خلاص كل المنطق بتاعها خلص، كل الكلام اللي عندها، كل الفلاتر والغرابيل اللي حطاها في السكة والعوائق اللي بتحطها قدامها ما بقتش ليها منطق ولا كلام يتقال. وانا اعتقد قدام أشواق مؤمن حقيقي ورغبته ان هو يعيش للرب، كل الكلام يخلص، كل الكلام ما بلوش اي مكان. يعني مع انها مؤابية لكن ظهر فيها ايمان ابراهيم العظيم اللي ذهب وهو لا يعلم الى اين ياتي، ما عندوش مطامع في حاجه غير انه يطيع الرب. ما كانتش منتظره عريس، كانت منتظره قبر، انها تموت وتدفن في قبر وسط شعب الله افضل منها تعيش في قصر بس بعيد عن الله. كانت بنت ابراهيم بالايمان. المحاولات الحثيثه والجهاد العنيف من نعمي علشان ترجع رعوث عرفه يخليني اقول يا ترى انت ليه كده يعني مثره ان هم يرجعوا؟ يا ترى انت خجلانه منهم؟ هتدخلي بيت لحم وانت معاكي اثنين من المؤابيات؟ هل انت خجلانه منهم ولا انت عايله همهم؟ يا دوبك هتكفي روحك تاكلي وتشربي، وهيجوا دول علشان يعولوكي الهم، ويمكن اللي هيرضى انه ياكلك ويشربك اول ما يشوفهم معاكي ويعرف ان هم مؤابيات، يعني يمكن الخير اللي هيجي يتحاش من وراهم، انا ما اعرفش، بس يعني هو الموضوع غريب. هو السبب ظهر في كلامها بعد كده مع سكان بيت لحم، انه هي شايفه الرب غلط، شايفه ان هو اللي مرمرها وهو اللي اذلها، فربما يعني خايف عليهم، انتوا هتيجوا للذل والمرار، ده انا مستنياني ايام سودة هناك، وده ضعف الايمان. اللي يثق في صلاح الرب وجود الرب، طالما الرب بدا بالاحسان ورد النفس، ما اغذر البركات التي تلي الرجوع الى الرب. ويمكن برضه نوع من التكتيم على الغلط، هي صح راحت بلاد مؤاب هي وجوزها واولادها، وجوزها مات واولادها ماتوا، فهترجع فين جوزك وعيالك ماتوا؟ لكن زي ما اشار الاخ اسامه، لما ترجع معاها ارمله او الاثنين هيعرفوا انها ارتكبت غلطه كبيره، انها جوزت العيال لبنات مؤابيات. واعتقد احنا مرات كتير قوي بنرتكب اخطاء، ويعني بغباء بنتكتم عليها، ويقودنا الامر من خطا الى خطا الى خطا، ومن حصاد الى حصاد الى حصاد، وتضعف شهادتنا ويقل تأثيرنا في الآخرين. ده كلامها بيحمل الرب المسؤولية، كأن هو السبب في كل ده، بدل ما تقول إن الرب بار في كل ما أتى علينا ونحن قد أخطأنا، يعني تقول إن الرب هو اللي مرمرهم، هو اللي السبب في كل ده. لا، السبب هو عدم الثقة في الرب من البداية وعدم طاعة الرب،
واحتقار تأديب الرب والإصرار على الوجود في مؤاب حتى بعد أول خطوة من خطوات التأديب وهو موت أليمالك. أنا مش معترض قوي إنه القدير قد أمرني جد. دي حقيقة هو ده حصل. يعني هي معاملات إلهية تأديبية ما كانتش سهلة برضه. يعني أنت منتظر إيه طيب من حد خارج المشيئة الإلهية؟ الحماية والستر والحفظ والمواعيد والشبع ما كان الله طبيعي إنه يعمل كده، بس هو بيعمل كده لأنه بيحب مش لأنه بيكره، لأنه عاوز يكتذبها. وأخيراً أتت هذه المعاملات بنتيجة إنها رجعت، ومش بتقول أنا رجعت لكن يعني فرحان بيها، وهي بتقول إني ذهبت ممتلئة، أنا عملت الإرادة الذاتية. واضح إن هي كان رأيها قبل أليمالك، لأنه لو أليمالك هو اللي كان صاحب القرار وحده ما كانتش قالت ذهبت، ولو هو بيتها كان ماشي كما ينبغي ما كانتش قالت لرعوث وعرفة كل واحدة ترجع على بيت أمها. هي بتقول ذهبت ممتلئة بس ما بتقولش ورجعت، لكن بتقول وأرجعني الرب فارغة. هو أنا أعرف أبعد وأعرف أذوخ وأعرف أذل وأعرف أعك وأعرف أخرب الدنيا، لكن أعرف أرجع. إن ما كانتش نعمة الرب وإيد الرب ومراحم الرب هي اللي ترجعني، أنا لا يمكن أعرف أرجع. هو المشكلة مش في إن هي نسبت ده للرب، هو الرب اللي عمل كده. يعني ما فيهاش فصال إن ده تأديب من الرب وإن هو اللي أرجعها زي ما أسامة بيقول. المشكلة إنها لم ترى الجانب الآخر، إن هذا لمصلحتها ولخيرها. لم تستطع أن ترى النعمة تتعامل معها بالتأديب. في ناس تحب العكاز ما تحبش العصاية، لكن مرنم المزمور قال عصاك وعكازك هما يعزياننا. الحق السليم واحد زي داود طول المشوار العصا والعكاز هو شايفهم مع بعض، الرب رعاية فأنا عوزني شيء، لكن ساعة لما الرب زنقه لا يرد يقول له أنت بار في كل طرقك، عايز يقول له أنت أنا إليك وحدك أخطأت وأنت اللي رجعتني ليك وهتكمل معايا المشوار. شايف الرب في من الناحيتين، شايف اللي بيحصل من الناحيتين، وأعتقد ده اللي احنا محتاجين نشوفه لما الرب يتعامل معنا معاملات تأديبية. أيوة الرب اللي بيقدم، بس بيقدم للمصلحة للمنفعة اللي كان يشترك في قداسته. ده يخلينا أقول إن فيه أوجه شبه بين نعمي ويعقوب، كلاهما ذهب إلى مكان وأرض ليست بحسب مشيئة الله، وكلاهما لما أخطأ في إنه راح مكان وأرض ليست بحسب مشيئة الله تعرض للتأديب الإلهي. وفي الحقيقة إذا كان يعقوب اتخلع حق فخذه فهي بتقول القدير قد كسرني كسرت، بس شوف في كلاهما أيضا بنلاقي أن التأديب أثمر. التأديب أثمر في حياة يعقوب طبعا، أثمر عندما نسمع منه الكلمات الجميلة لن أطلقك إن لم تباركني، والتأديب أثمر في حياة نعمي. اتفرج على نعمي دي بداية من أصح 2، إيه العقل والحكمة والكلام والاتزان ده جاي من فراغ؟ لا، ده ثمر التأديب. كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، أما أخيراً فيعطي المتدربين به ثمر بر للسلام. وإن كان يعقوب رجع مليان ومحمل بالخير والبركات، نعمي رجعت فارغة. أنا برضو عجبني إن هي مش بتنسب كل اللي جرالها لسوء الحظ مثلاً، أو يعني ما هو بيحصل في كل البيوت، هو أنا أول واحدة تترمل وأول واحدة عيالها يموت. لأ، هي شايفة إيد الله، وهي كانت ممكن تلقي باللوم على الآخرين مثلاً، يعني مثلاً تقول ماتوا العيال وقعدوا لي وش الفقر دول مثلاً يعني، لكن هي شايفة إنه هي المقصودة بهذه التأديبات. يبقى أنت مثلاً في عدد 13 لما تقول لا يا بنتي فإني مغمومة جداً من أجلكما لأن يد الرب قد خرجت علي، أنا اللي مقصودة، مش أنتوا السبب في موت العيال، لكن هو غلطتي أنا. هي عارفة إن دي معاملات إلهية، وبتتكلم عن الرب بألقاب حلوة برضو لما تقول لأن القدير هو أمرني بس هو قدير، هو أذلني، لماذا تدعوني نعمي؟ ده كل ده يوريني التجاوب مع التعاملات، مع أنه كل من البداية نقدر نقول لماذا تدعوها بيت لحم؟ دي فيها جوع مع أنها بيت الشبع، ولماذا تدعوه ألمالك إلهي ملكي؟ ده هو ماشي بكيفه وماشي بمزاجه، لكن هي قالت أنا إثم مش على مثمة، بعد كده هنلاقيها على مثمة. أرجعني فارغة، أحيانا الرب بيضطر يفرغنا
بس لأنه ناوي يملى. آخر أصح أربعة جات الستات تقول لها على فكرة ملاكي أنت وأنت داخلة قلت يا القدير أفرغني طلعني رجعني الله فارغة، بس النهاردة ما أنتش فارغة وأنت شايل الواد في إيدك وبقيتي مربية ليه وليكي كنتك وكأنها بميت ولد كانوا عايز يقولوا الرب، بس بيفرغ الحاجات اللي مش حسب مشيئته عشان يملاها بحاجات حسب مشيئته. ودخلت بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير من الجوع والقحط والحرمان إلى الخير والبركة والحصاد. الابن الضال في الكرة البعيدة ما قدرش حتى يملى بطنه من الخرنوبة التي كانت الخنازير تأكله، لكن لما جه لبيت أبوه العجل المسمن والأفراح والطرب. عجباني المدينة لأنها تحركت بسببهما، مدينة فيها بوابين وناس صحية وشايفين مين جه ومين راح. أنت أوقات تدخل الاجتماع ولا حد يضرب بيك ولا حد يسأل عليك ولا حد يعرف أنت جيت ولا رحت، لكن دول وعيين للي راح واللي جه، وتحركت المدينة بسببهما. بس عايز أفكر نعمي بحاجة صغيرة، أنت ما رجعتيش يا نعمي فارغة، أنت رجعتي ومعاكي رعوس اللي هيتقالك عنها في آخر السفر إنها خير لك من سبعة بنين. مشاهدنا الغالي، أجمل وأهم ما في العهد القديم أنه يشير إلى المسيح، لذا الرب بعد قيامته شرح لتلاميذه جميع ما هو مكتوب عنه في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. ففي الناموس نجد رموز عن الرب، وفي الأنبياء نجد نبوات عنه كالمتألم وكالممجد، وفي المزامير نجد مشاعره ومكنونات قلبه. لذا ندعوك مشاهدنا الغالي لمتابعة دراسة العهد القديم من خلال برنامج فحصين الكتب.